Uma! متحامين في دراعنا وفي قلبنا الميت وفي اخواتنا اللي جنبنا. اخويا جمال الجبالي وحي يا جدع. تفتكر سليم ممكن يقلق من صوت ضرب النار؟ ده ابن ابوه، طول عمري كنت باخده معايا الرمايه وهو صغير، ما تقلقش. ربنا يحميهولك. ربنا يخليك. وانت بقى ما تفكر كده. تجيب لنا شويه عزوه حواليك تحميك وتقف جنبك لما تكبر. اكتر من كده حمايه. كل دول رجاله. غير بقى رجاله الداخليه اللي مأمنيننا وفي ظهرنا. عايز حمايه اكتر من كده ايه؟ احنا في امان يا صاحبي ومحدش يقدر يدوس لنا على طرف. الكلام اللي بتقوله غير اللي شايفه في عينيك. انت مأمن كل حاجه حواليك بس مطمن. فكر يا بوبو قوم شوف ناسك المشغولين. بيتك يا جيمي. ايه يا بنتي يا زينات، ده الفرح حلو بقالنا كتير قوي ما فرحناش. يا اختي ربنا يجيب العواقب سليمه، كل ما بنفرح كل ما بيجي وراها مصيبه. يا ستر عليكي وليه يا فقريه، يا اختي افرحي وخلاص. انا جاتر. ايه يا سي جمال؟ عايزك في كلمتين. تؤمر. انت تعرفي علي الميري منين؟ علي الميري انا معرفوش. ما تكدبيش، انا شفتك نازله معاه بالعماره وركبت معاه العربيه. تحب اقول لك قعدت فوق قد ايه كمان ولا؟ وسيدك انا مش زي ما انت فاكر والله العظيم. يبقى تقولي في ايه بينكم؟ لحد دلوقتي لسه ما قلتش لاخوكي. اخوكي لو عارف انت فاهمه ايه اللي هيحصل. خلينا نلم الحكايه بيني وبينك احسن. حاضر انا هقول لك على كل حاجه بس ابو سيدك ما تجيبش سيره لبوبو اخويا هي تسلي منك. انت اكيد اتجننت. اتجننت رسمي. معلش يا منى استحمليني. انا ياما استحملتك. انت اتجننت يا علي؟ هات الموبايل. هات الموبايل يا علي ووقف العربيه ونزلني لحسن وحياه ديني هفتح باب العربيه وارمي نفسي واجيب لك مصيبه. طب لو انت شاطر من نفسك ترمي نفسك. ارمي نفسك. يلا يا اخوانا كل واحد يروح لحاله خلاص الورد بفضل. انت كنت عارف؟ لسه عارف بعض. مستني ايه عشان تقول لي؟ مستني تعملها لي مفاجأة؟ انت اخويا انت؟ طب ممكن تهدى عشان اعرف افهمك. افهم ايه؟ اما بيتي هو بيتك وابنك يبقى ابني. اختي تبقى بالنسبه لك ايه؟ تبقى ايه يا اخي؟ اختك تبقى اختي يا بابا. ولما تشوفها مع واحد تسكت؟ انت تقطع
رقبتها وتجيبها لي في شوال. لا ومع مين؟ علي الميري. طب ليه وازاي وامتى؟ هو ده بوب اللي كنت عايز اعرفه، بعد كده كنت هاجي اقول لك. تعرفه وتدور الحكايه لمصلحتك وبعدين تبقى تيجي تقول لي صح ولا انا غلطان. لا غلطان يا بابا، مش انا اللي اعمل معاك كده. علي الميري انا اعرف عنه اللي هو نفسه ما عرفوش عن روحه، ولو فكرت ان اخلي حد يساعدني اكيد مش هبقى اختك. عشان اختك مش كده، عارف ليه؟ عشان تربيتك بنت جدعه وبميت راجل. ايه ده بقى كده عشان نعرف نفكر ونشوف هنتصرف ازاي. وانا بضربها شايف صوت ابويا قدامي، صوت جوايا بيقول لي عايز تدي لاختك يا فتحي، هي دي الامانه اللي انا سايبها لك. لقيت نفسي بضربها زيادة، عايز اسكت الصوت جواها ومش قادر، مش قادر احوش ايدي عنها. لما ابوك بيموت وانت صغير تلاقي نفسك بقيت اب لاخواتك ملزومين منك، تربيهم تكبرهم تقف وش الدنيا لو هوبت ناحية حد فيهم. اللي انا عملته مع نجات ده اللي عملته مع سعيد اخويا، سعيد عيل صغير اللي ربيته وكبرته وخليته راجل وعترة. سعيد راح مني في قعدة هزار، وما بيرجعش تاني. سيد اخويا بيروح مني، بيروح وانا مش قادر اعمل له حاجه. قال لي سامحني يا اخويا، ما كانش قصدي، كان وعدني انه يكمل معاه. ولادي نجات كانت هتحصله، ولا صوت ابويا هو اللي منعني. صلى على النبي، اللي حصل حصل. وعلي ده انا ليا صرفه معاه. ده